اغبى 5 اسئله ممكن تشوفوها في حياتكم في التوب 5. رقم 5، لما تبقى في الحمام وتلاقي اخوك الصغير بيخبط عليك ويقول لك انت بتعمل ايه؟ رقم 4، لما جارك يشوف عربيتك مخبوطة وطالع عين ابوها يقول لك دي حادثة؟ رقم 3، لما مديرك يشوفك بتكح وبتبربر وحالتك بالبلة يقول لك انت عيان؟ رقم 2، لما مراتك تجي لك وانت في السرير وتبقى مغمض عينيك وتقريبا بتشخر وتقول لك ايه نمت؟ رقم 1، لما تبقى طالع من المسجد بعد صلاة الجمعة وتلاقي واحد بيقول لك خلصوا؟ فاصل انبساوي ونرجع نتواصل تاني.